الوضع هنا في شارع 60 حي صبين، حركة مرورية مشلولة وتلفق مروري في ظل غياب من رجال المرور في الميدان. يا ترى هل هذه الدرجة استعصت على رجال المرور؟ كيف الحركة؟ تعبانة. كيف الحركة؟ طيب عاد شارع 70 المصيبة. شارع 70؟ نعم. والله حركة أبو دروة تعب. يكاد يتفق معظم أهالي مدينة جدة على سوء الحركة المرورية في مدينتهم وما تشهده من ازدحام وتلبك مروري في ظل غياب شبه تام لرجال المرور الذين كانوا يوما ما لا تخطئهم الأبصار في المناطق التي تشهد زحاما في السير. واستيقظ الأهالي يوما ما لكنهم لم يجدوا أولئك، لتصبح شوارعنا ومياديننا في حي صبيص، وباتت الحركة المرورية في جدة هم من يحمله السائقون بالغدو والآصال. وفي ثنايا ذلك المشهد اليومي تركت إدارة المرور السائقين الحبل على الغارب واكتفت بنظام ساهر الذي ظاهره ليس كباطنه، ولسان حالها يقول حلوا مشاكلكم بأنفسكم فيما نتفرغ نحن لجباية الأموال. المدينة فتحت هذا الملف الشائك عبر سلسلة من الحلقات، وذلك من قلب الحدث حيث خاطرت وتوغلت داخل الازدحام ورصدت بعدستها الوضع المأساوي للحركة المرورية. بعض السائقين من على مقاعدهم أطلقوا صيحات الأمل في الصحافة علها تكون المسمار الأخير في نعش الزحام المروري، فيما تندر آخرون عندما شاهدوا كاميرا المدينة ظنا منهم أنها كاميرا ساهر جاءت تتربص بهم على حين غره.